ايوه كابتن عمرو، بالرغم من غياب ثلاثي هام جدا علي معلول، حسين الشحات، كهربا في مباراه امس، ولكن زي ما كابتن اسامه بيقول ان احنا عملنا مباراه رائعه. كيف استطاع النادي الاهلي ان هو يعمل هذه التوليفه يعني في ظل غياب ثلاث عناصر مهمه جدا؟ مليون في المية اسلام، بيبقى كل مدير فني عنده سيناريوهات بتدور في دماغه. ايوه لازم بيحصل اي موقف. انت امبارح وانت في المباراه والتر بوريا اتصاب، 90% عندك ما هو بديل. ايوه احنا اول ما اتصاب علي معلول في الدقيقه 28 كل الناس توقعت ايمن ياسر، وياسر عمل بالمناسبه، عايز اعرف رايك في ياسر برضه. هي دي بقى دي اصعب حاجه، يمكن كنت بتناقش انا والكابتن اسامه، السرد باك في المكان ده وبقاله فتره ما بيلعبش وبياخد وبيأدي، دي صعبه قوي. حاجه رائعه بصراحه، صعبه. وايمن انت بقالي فتره طويله بلعب سرد باك، وبعدين طرفتني في مكان انت مطلوب منك ان الشغل كله بتاع النادي الاهلي كان من جهه الباك ليفت، من جهه علي معلول. صح. الاداء بقى بالشكل ده، في ناس سيناريوهات تانية قالت لك محمد هاني هيخش وهيطرف حسين الشحات، قصه كده وفيلم بالظبط كده من هنا ومن لا هنا. خلاص انت طلع من عندك ثلاثه، كان عنده الثلاث اماكن سد الثغرات على طول. كل الناس قالت ديانج، هو حط اكرم توفيق 75 دقيقه بيأدي اداء قتالي هايل. بدر ثقته، بتناقش مع الكابتن اسامه حته ثباته واسلوبه وتحضيره وعدم الرهبه، دي بتنطبع على خط اللي بجوار. يعني لما بيكون اللي جنبي وانت صدر عارفين، لما بتيجي تبقى عندك الثقه انك بتنقل بتوصلها لنا كمان. صح. بدر، ياسر، ما بيطلعش اشرف، هاني. صح. لدرجه ان الاخطاء لو انت شفتها البسيطه بقت للمباراه اللي بعدها شيء مكتمل غير موجوده، بقى في لغه الحوار ما بينهم. طول عمر الماتشات اللي زي دي والبطولات زي دي بيبقى خط الظهر والحارس هم اكتر ناس، والديفندرات طبعا اكتر ناس عليهم العبء الكبير. خلي الشناوي في حته تانية، مش هنختلف عليه، كل الناس هتأيد الكلام دوت. خلي الناس اللي جوه، اللي هاني زي ما كابتن اسامه قال، وبدر وايمن وياسر وحمدي والسليه، الموضوع صعب 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 صعب. ايوه انت محمد هاني طالع من مباراه بايرن ميونخ من باك ليفت مش طبيعي، باك ليفت عصري، بس ده باك ليفت وجناح، وجناح اتغير تاني وبسم الله ما شاء الله قادر، وكان في المباراه اللي بعدها بيزيد وبيعمل كيمياء ما بينه وما بين طاهر. اعتقد ان المجموعه بتاعت خط الظهر وحارس المرمى كانوا هم اكثر تميز من الباقي، مش كتقليلا من قيمتهم، لا هنديها درجات. صح.